أكد العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي أن دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لمؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017 ساهم كثيرا في تحقيقه للنجاح والوصول إلى الأهداف التي وجدت من أجلها لتأكيد مكانة البحرين كدولة صانعة للمعارض وجاذبة للأحداث المختلفة بما فيها معارض الدفاع. وأعرب العميد ركنس الشيخ ناصر بن حمد في معرض رده على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر والمهنئة بنجاح مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017 عن أسماء آيات الشكر والتقدير على دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمعرض وتوجيهات سموه الكريمة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوفير البيئه المناسبه التي تضمن للمؤتمر والمعرض النجاح الكبير الامر الذي يتوافق مع رؤيه حضره صاحب الجلاله الملك المفدى باخراج المؤتمر والمعرض بحله تنظيميه متميزه تؤكد المكانه الكبيره التي باتت تحتلها مملكه البحرين في استضافه وتنظيم مختلف الفعاليات وأضاف سموه بأننا نستمد من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كل معاني البذل والعطاء في سبيل إنجاح كافة الفعاليات التي تقام على أرض المملكة بما فيها مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017 الذي أكد مكانة البحرين على المستوى العالمي.